السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير وصحه جيده. مرحبا بكم من جديد في القناه، ومرحبا والف مرحبا. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طواجين بجلبانه، نوريكم النهار كيفاش غادي يدوز. ان شاء الله ندير الطواجين ديال الجلبانه والقوق. ها هو القوق مازال ان شاء الله عاد غادي نكمل التنقيه ديالو. درنا واحد الطريف ديال الملج والبصيله، غادي ندير هاد البصيله للحيمه. بسم الله على بركه الله. كاين اللي كيقطعها بشكل طولي، كاين اللي كيديرها هكا. كل واحد درت بصيله كبيره باش تجي مريقه معلقه. من بعد ما قرت البصيله ديالي ندير العطريه. عندي هنايا معلقه صغيره ديال القزبر حبوب مطحون، نص معلقه صغيره ديال السكنجبير، عندي هنا غير ربع معلقه ديال الابزار، ما كنديش انا بزاف ديال الابزار، الخرقوم معلق نص معلقه صغيره، والملحه حسب الذوق. نديرو القليل من الزيت، عندي زيت هنا، زيت الزيتون وزيت المائدة مخلطين. ندير شويه ديال القزبر المعدنوس، شويه ديال الربع، انا عندي في الفريكو عاد غادي نجبدو. او ربع ديالي من بعد ما جبدتو من الكونجير، هانتوما كيف كي كيبقى خضر ومفرتت، ماشي ما كيوليش كويرات هكذا. باش كتجبدي القياس اللي بغيتي، غادي نديرو فوق النار ونخليه شويه على ما تقلى ليا البصله وتقلى اللحم، وداك الساعه نزيدو فيه شويه ديال الماء ونخليه الحيمه طيب وحديها. انا شلت عليه البوطه نتوما، ونخليه حتى يتقلى مزيان، ندير ليه الخطاطيه ديالو، ومره مره نحركو حتى يتقلى مزيان، ونزيد شويه ديال الماء. نتوما كتحركوا هاد العطريه هادي كلها غادي تهبط ان شاء الله. نتلاقاو منين تقلى ليا الطاجين، نتلاقاو ان شاء الله. نتوما مره مره كنبقى نجي كنحركوا كنقلبوا، راه البصله طلقات الماء، نغطيه ونخليه يطيب على خاطر خاطر خاطر. ان شاء الله منين يطيب نتلاقاو، باش ما يجيكمش الفيديو طويل، ملي نتلاقاو ان شاء الله نتلاقاو. ديما خليو الطويجين غير على الشميعه باش كيطيب على راحتو وكيجي بنين مزيون معلك. دابا انا نقيت القوق اللي عندي، هاد الكميه اللي غادي نستعمل، ودرت فيه الماء والحامض وخليته هكذا حتى يطيب اللحم ان شاء الله. قرب يطيب، تبقى له هكذاك شي 20 دقيقه اولا 30 دقيقه باش يطيب، وان شاء الله ندير الجلبانه والقوق ونسد عليهم مع الطاجين ونخليهم حتى يسالوا. بعد ما تبنا لكم ان شاء الله نتلاقى. نتمنى الفيديو ما يجيكمش طويل. بالنسبه للحمه ديالي هي طابت، هي تقريبا طابت، انتم كي كتشوفوا غادي القوق غادي نستوي بحال هكذا. ديما الطاجين خليه قليل العافيه باش كيطيب على خاطر خاطر. دوج اللي بينه
كانت عندي في الكونجي. صافي غادي نسد عليه ونخليه يطيب على خاطر نتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي. الطوجين ديالنا مره هانتوما كنبقاو نسقيوه من الفوق. دابا تقريبا راه طاب، غير تشرب ليا شويه، غير تشرب ان شاء الله شويه، وغادي ندير فوقه شويه ديال القزبر والمعدنوس خضيطر باش كذا داك الماء يضرب مزيون. نسيت ما قلتش لكم انا درت واحد نص حبة ديال الطماطم محكوكة، اللي بغى يديرها يديرها، اللي مبغاش ميديرهاش، اللي بغى يديرها مقطعة يديرها، كل واحد على حسب الذوق ديالو. نبقاو نسقيو هكذا من الفوق و صافي كنسقيو، نخليو يتشرب واحد شوي، نزيد واحد شوية ديال زيت الزيتون. انا ديما كنضيف زيت الزيتون من الفوق، تجي رائعه، كتعطي بنينه رائعه في المذاق، واللي تزيد الزيت ما كتحرقش، حيت في الاول كشتو درنا غير شويه ديال الزيت. صافي نخليه دابا يتشرب على خاطرو، نتلاقى ان شاء الله. شوية ديال الحبوب كيجي مزيان هكا، النظر ديالو رائع. خدمنا في الاول كنوليو نديرو عاود دابا، صافي دابا ان شاء الله نتلاقاو في الشكل النهائي. بعد ما طاب الطاجين ديالنا والشكل النهائي كيف كيجي زوين بزاف معلك، نتمنى تجربوا الطريقه. اللي اول مره كيزور القناه ديالي ما ينساش الضغط على الزر الاشتراك ودعموني باللايك. تلاقوا فيديو جديد ان شاء الله مع وصفات اخرى.